نحن نتميز بالطبيعة، ها هي المدينة الخضراء مرة أخرى تحتضن هذا الحدث. شكرا للسيد عامر عمالة إقليم مراسة، دلنا سي زغيبة ورشيد الزياني، هما عدد من هواة الجري، هواة المتعة، يتمتعون بالطبيعة. دم سباق هشام ابو غيط رئيس جمعيه قناه سبور العدائين مدير الضواء. كما شفتوا اليوم اكثر من 10000 عداء اللي جاو شاركوا معنا في هذه النسخه العاشره ديال السباق ديال 15 كيلو ديال الاسبوع. هذا السباق كان توقف من بعد اربع سنوات على سبب ديال جائحه كورونا. كما شفتوا اليوم كلشي داز في احسن ظروف، من الانطلاقات الوصول كانت واحد تعبئة كبيرة ديال المنظمين، كانت تعبئة ديال السلطات المحلية على رأسهم السيد العميد ديال الإقليم الوسط الدرك الملكي، اللي وفروا جميع الظروف باش السباق ينجح من المتسابق الأول إلى الآخر. تاوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.